بونسوار، أنا النهاردة كده هتكلم معاكم في حاجة سريعة بس ملحوظة أنا ملاحظاها بقالي فترة في المدارس بخصوص تقديم وانترفيو المدارس. أنا بس عايزة أقول كذا حاجة، ياريت يعيدوا النظر مرة تانية في موضوع التنسيق العالي والسن العالي، لأن في أطفال بتبقى سنها أقل شوية وبيكون للأسف أو لا أمورهم، يعني الأب والأم خارجين لغة معينة وعايزين أولادهم يكملوا في نفس اللغة وبيتظلموا بسبب التنسيق. دي حاجة. الحاجة التانية إنه بلاش نقول، يعني ده رجاء، بلاش نقول كلام قاسي وقت الانترفيو. احنا كلنا عارفين إنه الأسئلة، وفي أسئلة تقيلة والانترفيو بيبقى تقيل في المدارس عشان يقيم الطفل ويحدد مستواه والكلام ده كله، بصرف النظر عن معظمنا برضو وبيعترض على فكرة كم الأسئلة الكتير والتقيل في الانترفيو بعض المدارس، وإنه ده مش المعيار الوحيد، لكن تمام مفيش مشكلة. أنا بس بتكلم في إنه ما بلاش نجرح الولي الأمر في طفله، يعني بلاش نقول له كلام هي شعره أو شعرها أو كده، بلاش تتكلم على إنه أنتوا إزاي ساكتين عليه في المنظر ده، أو ليه سايبينه كده لو هو مثلا شقي شوية أو هادي شوية. هو بكلام الدكاترة مثلا مش بيبقى مشخص مرض معين، لكن احنا بنهول الموضوع او بنكبر الموضوع لان في الغرض في الاخر نرفض الطفل. طب ما نرفضه بشكل اهدى شوية. وانا ما اقصدش حد معين، انا بكرر تاني انا مش بتكلم عن حد معين او مكان معين، لكن انا بتكلم بشكل عام. دي دوامة كبيرة بيدخل فيها الاهل وفي الاخر بيطلع ان طفلهم سليم وكويس. لو فعلا الطفل فيه حاجة او كده اوكي خلاص، ده مرض ده يقرره الدكتور. بلاش برضو نتكلم في الشكل، يعني هو شعره عامل كده ليه، هي شعرها شكله كده ليه، طب ما تصرحوها ليه، ليه يا جماعة الكلام ده؟ يعني الموضوع هي طبيعة شعرها كده كيرلي مثلا، او هو طبيعته كده. فبلاش نقول كلام يجرح ولي الامر، وخلينا كده يعني الدنيا تمشي. هم احنا كلنا عندنا اولاد وكلنا بنبقى مضغوطين بسبب انترفيو وتقديم المدارس، خاصة ان احنا بنبقى عايزين مدارس حلوة لأولادنا، كلنا عايزين مدارس حلوة وعارفين طبعا الضغط على مدى الشكل ايه وعلى مدرس في الفصل وعارفين الكثافة قد ايه. يعني تبقى الدنيا اهدى شوية وربنا يكتب الخير. ميرسي.